اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضل عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل رز بالكراويه مع مكعبات اللحمه، وهنعمل كمان رز بودره الكريم شانتيه اللي بالفراوله. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بعد الفاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نشوف بقى اول وصفه النهارده، وصفه الرز اللي بالكراويه. عايزه اقول لكم الكراويه من الحاجات اللي احنا عارفين انها مفيده جدا، ودايما بنعملها للبيبي اللي لسه ما اكلش ولا عمل اي حاجه في حياته، عشان نهديله المغص ونهديله معدته. عايزه اقول لكم بقى الرز اللي بالكراويه طعمه حلو قوي قوي، يعني انا لما جيت جربته لقيت ان هو حلو، وفي نفس الوقت بيهدي فعلا المعده، ما بيخليش نحس بالانتفاخ، ويعني ليه فوائد كتيره قوي ان احنا ممكن نستخدمها ونبتدي نشتغل في كذا حاجه بالكراويه، وريحته كمان حلوه قوي. طيب معانا رز مصري ابيض عادي، بصل متقطع مكعبات صغننه، لحمه مكعبات، قرنفل، ورق لوري، كراويه، فلفل احمر، شطه شويه، جرام مازالا، بابريكا، بودره بصل، بودره ثوم وجنزبيل، زبده وبقدونس ومرقه. اول حاجه هعملها ان انا طبعا كل ده بقى هيتحط مع بعضه، يعني كل ده هيتحط مع بعضه. نحط كده الزيت، خلاص هنحط بقى معاه كده فلفل اسود كده حبه صغننين، ونحط اللحمه. يعني انا حاولت اسخن الحله كويس جدا، نقلب كده اللحمة كويس. اول ما لونها يقلب كده اللون البني اعرف ان المسام تقريبا اتقفلت، فابتدي بقى احط لها اهو، احط لها بقى ايه، الجنزبيل، بودرة الثوم. التوابل دي مهمة جدا للوصفة دي، وبكل اللي انا حطاه، القرنفل، ورق اللوري، البابريكا، جرام المزالة ده موجود في اي عطار من العطارة الكبيرة، كراوية. ريحة هنا مش باينة، ريحة بقى بعد لما بيستوي بتبقى حلوة جدا. عندنا عايزه اقول لكم كميه اعشاب وبهارات كتيره قوي، اصناف كتيره احنا يعني ثلاث ارباعها ما بنستخدمهاش. اقعد اقلب كده كويس قوي. تمام، ابتدي بقى احط البصل، وهقلب برضو كويس. احط لها بقى شويه مرقه كده صغيرين تستوي. لو انتوا مش مستعجلين على السوا، اللي انا عملته ده هتغطوه لمده ربع ساعه على الاقل، لغايه ما اللحمه تنزل ميتها وتستوي. احنا عشان مستعجلين، مع اني عامله نسخه بس عايزه اوريكم الطريقه دي، لو احنا مستعجلين شويه هنحط شويه مرقه ونسيبها لحد ما تغلي وتتشرب شويه، بعدين هحط لها الرز والميه واحط لها الملح. تعالوا مع بعض نطلع فاصل، تكون اللحمه غليت، ونرجع نكمل وصفه الرز اللي بالكراويه مع مكعبات اللحمه، ونعمل كمان رز بلبن ببودره الكريم شانتيه مع الفراوله. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي اللحمه اهو سايباها لسه كده، ايه نبص عليها كده مع بعض، بتغلي ولا بتعمل ايه؟ اه بتغلي. طيب نحط الرز كده اهو، نحط
نحط الرز ونقلب. بصوا اللون، بصوا اللون عامل ازاي اهو. طيب هحط لها بس شويه ميه صغيرين مغليه عشان تستوي، ما نحطش كتير عشان بس ما يبقاش معجن. لها بقى ملح ونقلب. بس ونسيبها بقى ايه لحد ما نخلص نشوف هتستوي ولا لا. لو ما استويتش انا عامله نسخه هوريكم عامله ازاي. طيب هنا بقى عبارة عن ايه بقى؟ رز بلبن ببودرة الكريم شانتيه اللي بالفراولة، معانا سكر اهو مقادير بالظبط على الشاشة، ومعانا نشا نحط كده النشا نلخبطه كده كويس. معانا بقى بودرة كريم شانتيه بطعم الفراولة، بتطلع لون هتشوفوه دلوقتي بقى، جميل جدا 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 ومبهج وظريف كده واحنا في الصيف. شايفين؟ شايفين اللون البينك كده؟ ريحتها بقى تعالوا شموا الريحة كده وانا بقلب. ابتدي بقى احطها كده على النار وافضل اقلب لحد ما ايه ما تتقل. الريحه حلوه قوي قوي قوي. انا ما حطيتش على الرز زبده، وطبعا مش هيبقى حلو من غير زبده بالنسبه لي انا، طبعا يعني مش هيبقى حلو من غير زبده، وشكلنا كده كمان مش هنلحق نقدمه. فانا عامله نسخه، فالفلفل ده الشطه هحط كده منه ثلاثة خلاص، والباقي هزوق بيه هوريكم ازاي زوقت بيه بعد ما استوى. اقلب بس اخر تقليبه كده واسيبه بقى على نار هاديه. بصوا انا بس نقرب الكاميرا نبص بس عليه كده هعمل ازاي، هعمله كده. بصوا عامل ازاي، شايفين الميه لونها ايه. نسيبه بقى كده ايه، وعايزه اقول لكم ريحه خرافه. نسيبه بقى كده ايه براحته يستوي على نار هاديه خلاص. نبص بس على ده كده، نقعد نقلب كده لحد ما نحس ان هو ايه تقل. هيتقل على طول لان بودره الكريم شانتيه مع النشا هتقله على طول، مش هنحتاج نستنى يعني. ومعانا طبعا رز مسلوق، لو مفيش رز مسلوق وفي رز عادي هنحط الرز العادي يتسلق وهو شغال كده عشان ينزل كمان النشا بتاعته. طيب كده بقى جاهز. طبعا عشان في رز بنعمله اخف شويه من لو مفيش رز. بصوا الرز بيشربه على طول. هبتدي احطه بقى على النار عشان يتقل اكتر. ماشي اهو، نفضل بقى نقلب لحد ما يتقل شوية كمان خلاص. طيب خلينا كده بقى لحد ما يتقل، تعالوا نشوف انا عاملة ايه.
بصوا بقى، بصوا الكاسات اهي حطيتها هنا كده، رز بلبن بالبودرة الكريم شانتيه اللي بالفراولة، وهحط كده هو عشان بس سايح شوية، بس والله ده شكل لطيف برضو هو سايح اهو كده كده اهو. ممكن بقى صوص فراولة عليه، بصوا شكله جميل جدا جدا جدا، ممكن صوص فراولة عليه وممكن كده، انا شايفة ان هو كده حلو جدا. نبص هنا كده ابتدى يتقل. طيب هجيب بقى الطبق، انا جايبة طبق بقى المرة دي، طبق المرة دي كبير، نقدم فيه كده اهو، وبنحطه في التلاجة لمدة على الأقل 3 ساعات قبل التقديم. خلاص 3 ساعات، وبعد كده بما ان الطبق ده كبير بنحط حتة صغننة كده من الكريم شانتيه زي ده بس، وكده نبقى خلصنا حلقة النهاردة الخفيفة والظريفة. تعالوا بس الأول قبل ما نقفل الحلقة نبص كده على الرز اللي باللحمة نشوف آخره إيه. أهو بصوا، فاضل له حاجات بسيطة ويستوي أهو، بصوا بصوا عامل إزاي، خلاص قرب يستوي. تعالوا بقى أوريكوا اللي أصلا أنا عاملاها أهي، بصوا اللي انا عاملاها اهي، بتتقدم بالطريقه دي. ده الرز اللي بالكراويه. يبقى النهارده عملنا وصفتين، اول وصفه عملناها رز بالكراويه، حطينا مكعبات اللحمه مع البصل مع التوابل كلها، بابريكا، بودره ثوم، جنزبيل، كراويه، ورق لوري، قرنفل، جرام مسالة، كل ده حطيناه مع بعضه مع ملح وفلفل، وبعدين حطينا شويه مرقه صغننين قوي اللحمه تستوي فيها. بعد كده حطيت الرز الابيض، وبعد كده حطيت الميه اللي هي نص كميه الميه المغليه، وسبته يستوي بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. وما ننساش قرون الفلفل الشطه اللي هي بتبقى الناشفه. وتاني وصفه عملناها النهارده وصفه رز بلبن ببودره الكريم شانتيه اللي بالفراوله، شفتوا كانت سهله وبسيطه ازاي. يا رب تكون النهارده الوصفات كلها عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.